ان ده هيبقى شيء قوي جدا. ارامي رامي بعت ريكوست. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هاني؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ كنت لسه بتصل عليك من شوية، لقيتك قلت ما بتردش، عرفت ان انت لايف. ايوه، اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله مية مية. بتصحي من النوم؟ بتصحي من النوم؟ لا والله ده لسه كنت بعمل اكل. آه الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. طمنا عليك يا كابتن رامي. انت عامل ايه انت؟ أنا تمام الحمد لله، طمنا بس عليك، طمن الناس عليك. ظهرك عامل ازاي دلوقتي؟ والله ماشيين بالعلاج يا كابتن رامي. ماشيين بالعلاج. مثلا هيك في عيد ميلادك عكاز بعد الشر عليك. هو فعلا الدكتور كان صريح معايا في الحته دي، يعني قال لي العمليه اللي جايه هتبقى عمليه خطيره جدا مش سهله يعني، ونسبه الريسك فيها عاليه قوي يعني، فيا مصين الحال يعني، هو عايز اصلا يتجنبها يعني، عايز ما يعملهاش اصلا. ابني هيبقى مشلول يا عمرو. بص بقى، ناخدك على المساجد كده بقى ونلم بيك فلوس. هنكسب يعني، هنكسب. هاي وحشني يا ابن اللذينه، وحشني يا عمرو. وحشني يا رينج. اخبارك ايه؟ ولا عمرو تعالى وريني الترباسه كده، تعالى ارجع تاني. يا باشا دي اقل حاجة عندنا. ايه ده، ايه ده، بص الترباس ده يا ابن اللذينه، انا سايبك في مصر ولا لك اي لازمه؟ ايه اللي حصل؟ رأيي ده أقل حاجة. رامي انت عطست في وشي ولا ايه اللي حصل؟ أنت عامل إيه؟ والله الحمد لله، الحمد لله، بحاول مساء الورد على افوق كمان اجسام في مصر. مساء الفل على كل الناس اللي معاك في اللايف، وإن شاء الله يا رب سنة سعيدة عليهم كلهم، واللي نفسه حاجة يعملها ويحققها بإذن الله. كلام الإنشاء اللي إحنا بنقوله ايوه بس. شويه الاول في الاول دول، بس انا عايزك بس تطمن الناس على اجتهادك انت لمستر اولمبيا السنه دي. وبنحاول نعمل اللي علينا ودعواتهم، وإن شاء الله ربنا كريم يعني، ربنا يكتب اللي فيه الخير. الأول بما إن كل معظم الناس اللي في اللايف مصريين، ف يعني دعواتكم لأمي اللي هي والدة محمد عصب اه توفاها طبعا طبعا طبعا، بعدها غفر الله لها، يعني كانت ونعم الأم، وكانت انا كنت أم فعلا حابب ان انا كنت هطلع اعمل لايف مخصوص عنها. كل لعيبة كمال. فاكر يا هاني طبعا يعني، وكل الناس اللي اكيد في اللايف كانوا يعرفوها، رحمة الله عليها، كانت ست. كل رمضان كنا بنتعزم عندها في البيت. احنا بنتكلم على السيدة منى، ام الكابتن محمد زايد ومحمود زايد، اصحاب مؤسسه بالانس او جيمات بالانس في مصر. بعيدا بقى عن ان هم اصحاب جيم وبتاع، الست دي كانت فعلا ام لعيبه كمال الاجسام كلهم في مصر. يعني ما فيش رمضان كان بيعدي الا ما تعمل عزومه في البيت عندها ما بيقلش فوق ال 60 70 فرد، ممكن يوصلوا ال 100. انا كنت بظن ان هي ام اللي بتوع كمال اجسام بس يعني، بس هي في الحقيقه يعني، بما اني كنت قريب، اظن ان انا كنت قريب في الفتره الاخيره ليها، هي كانت ست ما تتخيلش عن الست والدتك في الاخلاق والطيبه والعطاء اللي الله يرحمها يفوق حنينة 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 هنا حنينة جامد قوي. لكل الناس وعلى كل اللي يعرفها، وكانت ام الكل اللي يعرفها، رحمه الله عليها، غفر الله لها يا رب، يعني ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين ويرحم الناس كلها يا رب، اللهم امين. اللهم امين، اللهم امين. نرجع انا عايز اقول لك ان هي عملت معايا خدمة عمر بالنسبة لي في وقت ما. يعني بصراحة عمري في حياتي ما انساها، كانت الدنيا كلها وقفت، ما كانتش حاجة بتتحل، خلاص الموقف وقف، لا فلوس نافعة، لا وسايط نافعة، لا أي حاجة نافعة. محمد عصب قال لي كلم أمي. قلت له يا عصب بس أنا قلت له، قال لي كلم أمي. قلت له حاضر. فأنا كلمتها قلت لها ماما في واحد اتنين تلاتة حاصل معايا وأنا مش عارف أعمل إيه. فمكالمة تليفون منها والأمور تيسرت بطريقة يعني حاجة عجزت عنها 3 سنين يا رامي. رامي 3 سنين كنت بحارب عشان الموضوع ده. أنا عارف المعاناة يعني اللي أنت كنت فيها، لكن خليني أقول لك كمان، طبعا هي الست أمي منى كانت هي أخت لمولانا الشيخ الأزهر،
الإمام الأكبر طبعا، الشيخ الأزهر، الإمام الشيخ أحمد الطيب. طيب، وكانوا لا يختلفوا في الخلق والخلق، يعني ما شاء الله عليهم يعني. فرحمة الله عليها ونحسبها على خير، ولا نزكي على الله أحد، إن شاء الله ربنا يرحمها برحمته. وده أنا حبيت أبدأ كلام معاكم بالموضوع ده. أما الكلام بقى عن كمال الأجسام، إن شاء الله كل اللعيبة اللي بتجهز للبطولة الكبيرة اللي في مصر، وأنا بالنسبة لي الموضوع ده مهم جدا، لأن حدث مهم يا هاني. أنا عارف إن أنت مقدر قد إيه الموضوع، لأنه مسؤولية لينا كلنا ننجح كمصريين في الحدث، ونسبة لينا الأول، ونسبة للناس إن إحنا قد الحدث وقد مستوى الحدث ده، وعايزين فعلا يكون طفرة في طريقة الأداء والتناول والاحترام وتغيير الشكل اللي متاخد عن فكرة لعبة كمال الأجسام من الناحية التنظيمية. أنا مش بتكلم من أي ناحية، فإن بالظبط. شاء الله نكون قد المسؤولية في الفترة اللي جاية، وربنا يكرمنا في الموضوع ده. هو اسلام وكيروس كلاب كانوا عملوا سقف معين، فاعتقد ان السقف ده عشان يترفع هي دي المنافسه الحقيقيه. هو اسلام المره دي والاداريين كلهم الموجودين جوه كيروس كلاب هم هيبقى الحرب ما بينهم، ان هم يجتهدوا على نفسهم. هتبقى الاجتهاد المره دي صعب بالنسبه لهم جامد جدا، لازم كل واحد يبذل اقصى ما عنده، لان 2020 كانت مستر اولمبيا كانت قويه جدا، ديكورات، اضاءه، الستيج نفسه كان مبهر بطريقه رهيبه يعني. إن شاء الله نجاح البطولة يزيد إن شاء الله بإذن الله بوجودك فيها، لأن أنت شخصية مؤثرة، مش ليا أنا، مش رامي أنا ولا أعرفك، كنت بتكلم للعبة كمال الأجسام وللناس اللي بيحبوا كمال الأجسام، ودي شهادة حق أقولها وقت ما نكون زعلانين مع بعض، وقت ما نكون متصالحين، وقت لأن أنا بزعل أنا هاني يوم بعد يوم، ف ايوه زي الأكل قبل أكله وبعده، بس عادي يعني. لا دي هاني عمل حالة في مصر لكمال الأجسام احنا كلنا ما نقدرش ننساها. نتمنى على الله ان ربنا يتم عليك الشفاء وترجع احسن من نعم الاول، نعم لان انت بالنسبة لنا هاني، بالنسبة للاعيبة كمال الأجسام، بتكلم على اني لاعب كمال الأجسام يعني، انت بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا 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 جدا. انا حبيت اقول الكلام ده لان ما بيتسناش ليا الفرصة ان انا اقول للناس هاني من الشخصيات اللي بجد اضافت لعبة كمال الأجسام، مع انه عمره ما كان لاعب كمال الأجسام، لكن هو مش عمره ما كان لاعب كمال الاجسام، قصدي على النت ما يعني، شاركش بطولات يعني او حاجه زي كده يعني. لكن هو كان من اكثر الناس اللي طورت في فكره التناول، وان الناس تشوف شخصيه لاعب كمال الاجسام بشكل محترم ولائق ويفيد كل لاعبي كمال الاجسام. فانا يعني ان شاء الله ربنا يسعد كل الناس بحضورك في البطوله ان شاء الله باذن الله، ويوفقك وتقوم على ديك احسن من الاول. خلينا ناخد اللهم امين. جدا اللي حبيت ابارك طبعا للكابتن حسن مصطفى، كابتن محمد شعبان، ودعوات كلهم دول الرجاله دي تنحت في الصخر، كابتن احمد الورداني طبعا، بس انا وكابتن بتكلم محمد الامام، كان كابتن محمد الامام كان معايا في اللايف النهارده، بس النت عنده تعبان شويه. كابتن محمد امام لسه هتكلم عنه. وطبعا احنا كابتن اسلام المصري، في لعيبه كتير طبعا حاول من قلبها يعني طول الوقت ان هي رامي معلش، انا عايز بس انا وانت نسرد حته بسيطه كده، لسبب انا شفت في الماتش بتاع كابتن اسلام المصري حاجه ممكن تكون بعض الناس ما شافوهاش، الا وهي إسلام المصري تعرض لمواقف تدمر أي مخلوق في العالم. يعني وفاة والده، وبعد كده زوجته، فدول كانوا خبطتين تقال جدا عليه، وهو عاش معاناة مع زوجته، إن هي كانت طبعا مريضة كانسر، فكان معاناة صعبة بطريقة صعبة جدا. فأنا لو اتحطيت في ربع اللي هو اتحط فيه، أعتقد إن أنا هعتزل الحياة عامة يعني. يعني خلينا نقول برضو كلمة صغيرة عن كابتن إسلام، اللي أنا بحب أوجه له الشكر، وبتمنى دايما دايما أنا بقولها له لما بقابله، يمكن أنت عارف وجهة نظري في الموضوع ده يعني، الواحد بيتمنى صداقة شخص زي إسلام المصري، لأنه شخصية جدا متفردة. احترم هو ولا كابتن أنور سيف ولا كابتن، في ناس كده علامات في اللعبة دي، إحنا لن ما نقدرش أبدا نتكلم غير عنهم غير بكل خير، وهيفضلوا في ذاكرة لعيبة كمال أجسام طول الوقت، لأنهم فعلا سابوا لنا الاحترام وقيمه، قيم كبيره جدا للعبه اللي احنا بنحبها. وانا كنت نفسي يفضلوا النجوم دول موجودين طول الوقت على الميديا، لانهم فعلا
بيثبتوا لكل الناس وبيثبتوا لنا ان لعبه كمال الاجسام دي لعبه محترمه جدا. لازم يكون السطح بتاعنا الناس الكوادر المحترمه دي. كابتن انور سيف لازم يفضل موجود، لازم يفضل يتكلم. كابتن انور سيف، اعتقد ان البيزنس خده شويه، لا اعتقد. بس لما بتكتر يا بعض لما بتكتر وانا على فكره، انا عايز اقول يعني شهاده حق قدام الجميع. نزل مصر الفترة اللي فاتت، بس لسه والله ما تشرفتش ان انا اروح له لان مضغوط في الفترة دي، لكن ان شاء الله اشوفه على خير باذن الله. انا كنت هجي لك في الحته دي. انا عايز بس اكلمك شويه انت على الحياه كمحترف جوه مصر، كنت هكلمك فيها، بس انا عايز بس حته لازم برضو تقال قدام الجميع وقدام الحضور، قدام رامي. انور سيف كان ليه فضل كبير جدا عليا في لعب كمال الاجسام، لان انور سيف هو اول لاعب محترف جوه لعب كمال الاجسام مد لي ايده وصدق اللي انا عايز اعمله، هو صدق اللي انا عايز اعمله. فانور سيف بصراحه اسطوره من الاساطير الكبيره جدا. وعلى حس انور سيف انا اتعرفت على رامي، لان احنا اتقابلنا انا ورامي لاول مره كانت تقريبا في 2014 يا رامي لو افتكر، في سان مارينو في ايطاليا. شهر 11 بالظبط 14 سان مارينو. بالظبط، كانت مشاركه لكابتن انور سيف في بطوله محترفين، وكنت اول مره اشوف رامي. كنا انا ورامي بنتكلم على الانترنت، لان انا كنت ساعتها في جيم مصر وبتاع، ورامي كان بيتواصل معايا وانا كنت بتواصل معاه، بس كنا عمرنا ما شفنا بعض. فكانت اول لقاء ما بيني وما بين رامي كان 2014 جوه سان مارينو، كان لقاء اللي هو الاجساد بقى، الناس تتقابل فيزيكال يعني نشوف بعض على الحقيقه. وكان صورت مع رامي في اليوم اللي احنا اتقابلنا فيه ده، صورنا لقاء. كانت انطباعات الناس الحمد لله كانت كلها جيدة جدا، يعني هي سبحان الله كنا موفقين جدا في الفترة دي، ربنا كان ميسر علينا. ويعني بنحب نشكر طبعا، بما ان السيرة جت الكابتن انور سيف. طبعا خلينا نتكلم بقى عن الناس الابطالنا اللي هيشاركوا في اولمبيا. طبعا احنا عندنا كابتن احمد اشكناني، وعندنا كابتن احمد انا ما اعرفش هو هيشارك ولا لا. عندنا احمد ما اعتقدش انه تأهل لغايه دلوقتي. انا برضو ما اعرفش ايه الاكيد. الناس دي طبعا كابتن كمال الجرجاني، طبعا يعني الراجل ده بيثبت لنا قد ايه هو فايتر ومن الطراز الفريد. يعني عندنا اللاعب التونسي، انا معلش انا سامحوني الاسماء تقطع اسمه سيف، اللي هيشارك في الفريق. يا رب يوفقه. طبعا يعني كابتن احمد اشكاني احنا قلبنا معاه، لانه الراجل ده بقى له كام سنه راح بيجتهد. وانا بيعجبني الناس، الفكره مش النتيجه بس، الفكره ان انت تفضل تفايت كل سنه على امل ان انت تنجح. والناس دي لازم يعني يرفع لها القبعه. عندنا كمان كابتن كمان زي ما انا قلت، عندنا كابتن احمد لو هو هيشارك، عندنا طبعا الشباب اللي انا بحترمهم جدا، حسن بالنسبة لي، حسن ومحمد شعبان من الحالات اللي لازم الناس فعلا تحطها في مكانتها، واللي تستاهل مكانة كبيرة جدا، لأن الشباب دول متغربين، سايبين بلادهم، سايبين أماكنهم، بيحاولوا يلاقوا نفسهم ويحطوا في نفسهم في المكان اللي يستاهلوه. وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم كلهم ويديلهم إن شاء الله أحسن حاجة. السنة دي تعبوا جدا، شايفين كم الماتشات اللي هم لعبوها، ان شاء الله يعني يوفقوا في الاولمبيا ويمثلوا مصر تمثيل اللي يشرفهم الاول ويشرفنا كلنا كمصريين وكعرب. يعني ان شاء الله تكون بطولة كويسة جدا. طبعا يعني انا حابب، بما اننا اتفتح موضوع عن كمال الاجسام، انا حابب اشكر اسلام قرطام للمرة للمليون. زي ما كنت في فترة من الفترات بقول إن بدر بوداي كان ليه جزء مهم جدا وجزء كبير جدا إن هو بيبني كمال الأجسام في الوطن العربي، الإسلام قرطام بعيدا عن أي مصالح، وأنت عارف إن الموضوع لحد دلوقتي مفيهوش أي مصلحة غير إن هو عايز يبني الأول. لو إحنا بنتكلم عن أكتر من تيم هو بيعمله للرياضة وكمال الأجسام، فهو رعيته للرياضيين والناس. والله يعني انا بجد سعيد، يعني كل يوم بقول انا سعيد جدا ان انا اتعرفت على شخص زي ده جدا، لانه الراجل ده بيحاول يعمل حاجه فعلا من غير مقابل.
هو انت فاهم يعني، احنا كلنا ساعات لما بنعمل حاجات في حياتنا بنستنى المقابل، وده الحياة الطبيعية، الحياة الطبيعية لو عملناش كده يبقى في حاجة، لكن هو بيعملها من مجرد الشغف لانه يطور رياضة ويشوف الشباب مبسوطة ويقف جنبهم. وانت عارف يا هين التفاصيل اللي هي في ورا الكواليس، زي ما كواليس. الراجل ده قد ايه صاحب واخ لكل الناس في ظروفهم الكويسه والصعبه. فانا حابب اشكره جدا على اللي بيقدمه، ان شاء الله يوفق في اللي جاي، وان شاء الله كمان انا اتمنى زي ما انا بقول له من اول يوم قابلته فيه، اتمنى ان هو يكون ليه بيزنس جوه اللعبه دي، لان انا عارف ان هو لو بقى ليه بيزنس هيطور اكتر من اللي بيعمله ده بكتير بكتير جدا. وانا ان شاء الله يعني انا طبعا بما اني جزء من المكان اللي هو فيه، اتمنى ان احنا نوفق جدا كتيم كوست كواد السنه دي في اولمبيا، ونوفق في كتيم كوست كواد في البطوله اللي احنا عاملينها في مصر. انا معلش انا اتكلمت كتير جدا وطولت على الناس اللي بتسمع، لكن كنت حابب يعني بما اني ما بطلعش لا اتكلم. لا لا لا، ثواني ثواني، ما تأثرش، مش عايزك تأثر في كلام، انا عايزك تكمل لسبب ان انت بقالك فترة ما ظهرتش على السوشيال ميديا وبتتكلم بالعربي. انت ظهرت في لقاءات كتيرة على السوشيال ميديا كنت بتتكلم بالانجليزي وكانت مع دينيس جيمس، فانا حابب ندي المساحة للعرب شوية. الانجليزي بتاعي بيودي في داهيه بصراحه، يعني ما حد بيفهم منه حاجه، فاتس اوكي يعني. لا المهم لا لا، بص، يكفي ان انت بتجتهد، انا مش بدافع لك، بس يكفي بتجتهد، لان كابتن احمد الورداني وقع في واقعة تنمر كده يعني، والناس اصطادته شوية في موضوع ان كان متصور معاه لقاء. لا انا كنت بسمع، قريت كلمتين من يومين كده الظروف، بيقول لك الامريكي لما يحاول يتكلم كلمتين بالعربي ويقولهم اي كلام وما يبقوش صح، الناس بتبقى مبسوطه قد ايه ومش عارف ايه وتسقف له. واحد بس يقول مرحبا ولا السلام عليكم من الاجانب، احنا بنبقى بنتنطط يعني. بتحاول تتكلم يعني لغه تانية، وبتحاول ان انت تجتهد ان انت طول الوقت تتعلم نفسك وتطور نفسك، مش بس علشان ان انت توصل لثقافتهم، عشان توصل لهم انت مين. محمود لكل الناس اللي بتحاول في كل حاجه، ويكفينا فخر ان احنا الحمد لله حطينا رجلنا في مكان نتمنى ان هو الناس تكون راضية عنه، واحنا اعتقد ان احنا يعني بذلنا اقصى ما في وسعنا ان احنا نكون في المكان ده الحمد لله. وان شاء الله الفترة اللي جاية برضو يفضل، مش لا رامي ولا الورداني ولا شعبان ولا حسن، يفضل اجيال وراهم تقدم مستويات احسن من اللي قدموها، وان شاء الله يثبتوا للعالم كله ان احنا قادرين نعمل كل حاجة في الدنيا. رامي، عايز اسالك عن شويه اسامي في مصر، ودي في حد ذاتها هتديهم دفعه معنويه. عايز اسالك عن، بس احنا بنتكلم كمان اجسام، انا ما بتكلمش في الشخص عامل ازاي، ماليش علاقه بالصفات الشخصيه. انا عارف ان الناس كلها اللي احنا هنذكر اساميها ناس ذو خلق، انا بتكلم كمان اجسام. فالكلام عنهم معاك اعتقد ان هيدي دفعه معنويه كبيره جدا ان هم يجتهدوا للماتش بتاع مستر اولمبيا في مصر. انا اول اسم عايز اذكره كابتن محمود نجم. عايزك تكلمني عن محمود نجم كلاعب كمال أجسام. محمود نجم في بدايته انا قلت ده هيطلع هيكسر الدنيا كلها، وكانت بدايته فعلا يعني مفزعه زي ما بقول لك حاجه كده، بس هو جه فتره من الفترات يعني هدي شويه. انا دلوقتي متابعه بعين قريبه جدا لان بودي معايا طول الوقت، فانا بودي هو بيتدرب مع كابتن بودي، فانا بشوف الحاجات اللي بيعملها. استنوه ان شاء الله هيقدم لكم حاجه محترمه جدا جدا جدا. بيجتهد قوي، وانا متاكد هيقدم مستوى، لانه هو فيزيكلي هو كويس جدا، سيمتري خطير، فهو ما كانش يعيبه بس غير ان هو فتره من الفترات ساب نفسه شويه. بالظبط. لا، هو ما سابش نفسه قد ما تخبط ما بين دايره المدربين والتنقلات فما ركزش. ما عنديش فكره بالظبط التفاصيل، بس انا بتكلم على لاعب كمال الاجسام يعني ساب الحته اللي هو وبقى في حته اقل شويه من اللي هو يستاهلها دلوقتي، انا راح لمكان كويس جدا. طيب، الاسم اذكر اسماء برضو من اللي انا ذاكرها، ممكن اقول لك عشان يعني اعفيك من الحرق لو انت، طبعا عندنا خالد عوني، لا، انا مش، انا فاكر، انا جاي لك بالتسلسل، بس انا عايز اسال يعني اسامي معينه بعينها حسب شغف الجمهور عليها، يعني فاهم قصدي؟ محمود نجم على الفيسبوك عامل رواج الفتره دي كويس جدا، وعنده بلاتفورم قويه جدا ان هو الناس مستنياه منتظراه. محمود نجم زي ما انت ذكرت هو كان
في مكانه ونزل شويه بسبب التخبط، وبعد كده ابتدى يصعد تاني، فده شيء يفرحنا. فانا عشان كده سالتك عن محمود نجم اول واحد. تاني حد عايز اسالك عليه هيبقى موجود جوه الهواه، ابراهيم صبحي، لاعب ناشئ صغير جدا، سنه صغير جدا ابراهيم صبحي على الحجم، هو بلدياتك عامه يعني، عارف انت ابراهيم صبحي اكيد. طبعا. انا بسالك عليه كلاعب كمال اجسام، انت شايفه ازاي؟ انا لازم احكم عليه، انا شايفه في مكان مستغربه على كمال الاجسام، لانه هو حجم خرافي، عضلات رهيبه جدا 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 جدا. انا مستني، متشوق جدا ان انا اشوفه على الاستاد، لان انا في لعيبه كده، لان ما مرتش قدام عيني وما وقفتهاش وما وقفتش قدام عيني في لاين، فمش عارف هي هتبقى تميل ان هي عندها بس ماسل، فريكي ماسل، ولا كمان هتبقى لعيبه جامده جدا. فانا ما اقدرش اقول لك رايي بصراحه الا ان شاء الله نشوفه على الستيج. وبس خليني اقول لك كلمه، ابراهيم بيجتهد كل يوم على اقصى حد، لان ده كويس. انا بشوف ابراهيم يمكن الفتره الاخيره، لا لان انا شويه يعني بعيد الفتره الاخيره، لكن قبل كده احنا كنا بنشوف بعض كل يوم. فانا شايف الواد مجتهد، هو شخص مجتهد، وبعدين سنه صغير والمفروض ان هو فعلا يركز على اللي هو بيعمله. طيب هنروح للاسم الثاني، انا هنقل الفئه، هروح لفئه ثانيه وهقول كيمو، في كيمو موجود معانا في اللايف يا كيمو، دخل محمد كمال صباح كيمو الفل يا كيمو كيمو. الزكاك، ها؟ كيمو الزكاك، كيمو الزكاك، اه أخوها كيمو، كيمو السوداني الكويت. سوداني يا اي عم المغربي. لا لا، سوداني سوداني، هو عشان اسمراني انا كل ما اشوفه اقول له كيمو السوداني. مش في جاي ازاي المغرب، لا بيتكلم؟ مش جاي المغرب، لا. ايوه طيب، وفي الاسم ناس كتير يعني، كل الناس حبايبنا اللي على اللايف بسلم عليهم طبعا، ابو خالد، فيصل العوضي، كل الناس اللي انا ما شفتش اسمها يا شباب. ابراهيم صبحي موجود اهو معانا، وكيمو، أيوة. طيب وكل الناس انا بسلم عليكم كلكم، انتوا طبعا كلكم اخواتي، مش محتاج ان انا اسلم عليكم واحد واحد. ان شاء الله المحبة والقلوب عند بعضها دايما يعني. رامي، انت عارف يا رامي ان لاعب كمال اجسام، هقول لك هدي لك المثال بالظبط عشان تفهم، انا بعمل ايه بالظبط. رامي في بداياته لو كان فيكتور مارتينيز ذكر اسمه في لقاء واتكلم عن رامي، كانت هتبقى دفعه قويه جدا لرامي انه يجتهد اكتر. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بندي دفعه قويه جدا للعيبه عندها ماتش كمان شهر وشويه هيلعبوا في مستر اولمبيا مصر. فانا لما اشوف ان رامي حامل الرايه دلوقتي كمال الاجسام في العالم كله، بطل مستر اولمبيا، بيذكر بعض الناشئين، احنا مش بنقول ناشئين تقليلا منهم، بس هم في لسه في فتره الهواه دلوقتي، لسه ما بقوش محترفين. بس انا هنروح لكاتيجوري تاني عشان نحاول نسرع الناس كلها نفسها تسمع اساميها اكيد منك ويعرفوا انت شايفهم ازاي. انا عايز اسالك عن وائل مكي في الكلاسيك فيزيك. أنا وائل يعني ما كنتش متابعه من فترة طويلة، فتابعته في الفترة الأخيرة. هو وائل شوية بيمر الفترة اللي فاتت بتركة كده في حياته، إن شاء الله دعواتكم ليه. وائل من الشخصيات، ممكن أتكلم بس عشان وائل شخص محترم قوي قوي، فأنا حابب إن أنا يعني أزكي ده عليه، لأنه أنا بحب الناس اللي بتبقى يعني ماسكة العصاية من النص كويس جدا. هو راجل محترم، وانا يعني زي ما تقول كده بشد على ازره يعني، زي ما بيقولوا في اللغه العربيه، من في الحته دي. اما هو كلاعب مميز جدا طبعا، هيبقى طبعا ماتش خطر يعني. هيبقى خطر هو هيبقى فعلا يعني. خطر، بس اهم حاجه يعني يمر بالظرف اللي هو فيه ده بسرعه ويعديه، وانا متاكد ان هو هيبقى فيري دانجرس يعني. ده في حد ذاته هيديله دفعه في اللي هو حتى فيه ممكن يقدر انه يخرج من المحنه دي. وانت لما تقول عنه الكلمتين دول طبعا هيبقى دافع قوي بالنسبه له جدا. طيب لو ذكرنا اسم عن واحد كل الناس لما اتكلم عنه مع اي حد يقول لك اللاعب ده موهوب، اللاعب ده جامد جدا، وهو كلاعب فكره مشوش بطريقه رهيبه، الا وهو عبد الرحمن سامي، عبده سامي. بني ادم وسطه قد كده وعنده سيمترية فوق الوهمية. عبده سامي بني آدم متخبط بطريقة رهيبة.
عبده سامي، وكان الله يذكره بالخير احمد اسمه احمد اللي بيلعب معانا في الفيزيك المحترف، افاتار. احمد اللي معانا في التيم، اللي هو كان بيلعب في اللي بيلعب بلعب اولمبيا السنه اللي فاتت، ما توفقش احمد ايه؟ احمد عبد الجليل. احمد عبد الجليل، معلش انا لا عادي الدنيا عادي عادي، بتحصل، انا بتحصل لي كتير، انا ساعات بنسى كتير عادي. انا لوكر بقى قوي فالدنيا مش تمام. المهم يعني هم كانوا بيلعبوا اول ماتش انا شفته سوا، كانوا في بالانس جيم، واحنا كنا قاعدين، يمكن انت كنت قاعد جنبي، يعني قلت لك الاثنين اللعيبه دول هيبقوا مميزين جدا. احمد عبد الجليل مشي كويس كويس جدا، ومازال ماشي كويس جدا. عبده عايز يشد نفسه شويه، عايز له قلم يا رب، هو عايز له قلم. عايز، لا عايز حد يخطفه ويخبيه في حد، طيب فيعني طيب هو مميز في، يعني لاعب مميز جدا، لاعب فيزيك مميز جدا 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 جدا. انا بصراحه ما عنديش معلومه، ممكن يكون انت باحتكاكك بكابتن بودي عندك المعلومه، اول مره في حياتي هسالك انت على معلومه. يعني هل اشرف فتوح هيلعب الماتش ده ولا مش هيلعبه؟ هيلعبوا بإذن الله ماتش مصر يعني. أشرف فتوح بيجهز مع كابتن جورج فرح، أشرف فتوح بيتمرن معايا في النادي، اوكي، كان المفروض بيجهز لتونس، واتلغت. أيوه، لكن عامل فورمة قوية جدا، وهو مع مدرب شاطر بصراحة، طبعا جورج فرح يعني قامة، يعني ما فيهاش هزار يعني. وعامل شغل كويس جدا 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 جدا. طب حلو حلو، انت شفته، شفت بتشوفه في ال... اه بشوف كويس. تاني يلعب. طب حلو جدا، يعني طالما دي ده شيء، انا بالنسبه لي انا حابب ان الماتش ما يبقاش سهل، انا مش عايز الماتش يبقى سهل، انا عايز كل لاعب الناس يبقى جاي صعب جدا. كلها تشد حيلها وتجتهد، الأرزاق طبعا بتاعت النتائج دي على ربنا، لكن أنا بوعدكم إن الماتش مش سهل، لا من جوه ولا من بره، اللعيبة اللي جاية من بره ومن جوه جامدة جدا. ذكرا بس على اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا في أهو حته انا عايز، أنافا طبعا لاعب مميز جدا، بس في حد بيسأل على يوسف، أنافا لاعب مميز جدا، أتمنى إن شاء الله يكون جاهز جدا في الماتش، وإحنا كنا في ظهره طبعا يعني. ده بيمثل العربي يعني. طيب هنط نطه كده بس، انت اكيد هتبقى عندك تحفظات مثلا، بس نسيت ان احنا عندنا ناصر السعيد كمان هيشارك في اولمبيا السنه دي. ناصر انا بتربطني بعلاقه قويه جدا، ولا هو لاعب مميز قوي واللاعب مجتهد من الطراز الفني طبعا. يعني، انا بصراحه يعني يعني لاعب خطير جدا كمان، وفريد هو سنه برضه صغير، انا متاكد انه هيعمل حاجه كويسه جدا باذن الله. انا عشان التعليقات عماله بس تقول لي بعض الاسامي، انا جاي واحده واحده بس، هنقل من الكلاسيك، هنطلع لفئه ال 212، عندنا امبابي وعندنا جلال. احنا لغايه دلوقتي وزن ال 212 بالنسبه لي انا من وجهه نظري هو في حاله تهديد تامه، الا لو ما جاش العدد فوق 7 اشخاص، الناس دي هتنظلم وهتنضم مع الفئه المفتوح. فاحنا عايزين ندعم يا جماعه اولمبيا مصر وزن ال 212 اللي هو ال 96 كيلو، عايزين الميزان ده يلم او يبقى فيه عدد لعيبه مشاركين من المحترفين من المحيط العربي، لان هو في مصر ما فيش عندنا محترفين كتير في وزن ال 212. احنا عندنا مبابي وجلال. فلو هنذكر مبابي وجلال، ايه رايك؟ نفس عايز انا لسه قابل ده اقول له ده هيكسرك، وقابل ده اقول له ده بص خلي بالك يعني، بخليهم هما الاثنين واقفين على صوابع رجليهم هما الاثنين. اي بالظبط بالظبط. الاثنين لعيبه مميزين. الميزه عند جلال ان هو صاحب خبره اكتر على الستيج على المحترفين. امبابي مرعب. خامة يعني، خامة لو جت جاهزة 100% تروح تحطها في أي مكان في الدنيا يعني. انا مش هنسى موقف حصل، كنا موجودين في اكسجين، أكسجين وكنا بنتفرج على مبابي في الحمام ساعتها، وانت كنت واقف، احنا كلنا واقفين بنتفرج، وفجاه قام رامي حط كوعه على جهاز كده، وقام نازل نازله يمين كده، وقام قاعد يبص له كده، وبعد ما خلصنا خلاص مبابي عرض وكمل، رامي قام رايح قايل له بالظبط كده،
بالنص، اللي هو لا بقول لك ايه، انت شبه لي بريست قوي، لا انت جامد قوي، انت حسستني ان كمال اجسام قد ايه جميله. فرامي بصراحه الكلام ده ادى لمبابي دفعه كانت وهميه خرافيه يعني. هو امبابي لعيب مميز. احنا عندنا كام خامه في مصر، زي كابتن محمد فوده، زي كابتن محمد انا زكريا. استنى بس، ما تروحش للمفتوح دلوقتي، احنا خلينا بس في ال 212، بحاول اسخن الموضوع في ال 212، انا عشان عايز اهايب شويه لل 212 ان يبقى في عدد من المشاركين يا رامي، لان انا بصراحه حاسس ال 212 الارض بتاعته مش ثابته قوي. الوزن المفتوح ارضيته ثابته جامده قوي، بس ال 212 انا عايزه الميزان ده عايزه يتلعب، انا مش عايزهم يلعبوا في المفتوح، برغم ان هم ممكن يحققوا حاجه في المفتوح لو جم طبعا كاملين متكاملين بالكونديشن المطلوب، يقدروا يعملوا حاجات ومنافسات. الوزن عامه مش هيبقى هو المربط، لسبب ان كان في منافسات بتبقى جنب لي بريست ولوفرينو، وكان لي بريست بيحقق نجاحات يعني، فالوزن مش هيبقى قصه، بس انا عايز الديفيجن نفسه بتاع 212 يبقى موجود في بطولتنا في مصر. انا رايي ان الكره هتتلعب وهيكون في عدد. احنا الناس بتفضل لغايه دلوقتي 465 لاعب مسجلين في انا اول بقى... ساعه فتح ايوه فيها انا الويب بقى... سايت. على بتكلم على 2 2. ايوه الناس خايفه من ان هو ما يبقاش موجود فيه ومش حد شيء. صدقني العدد هيكون كبير جدا، لان الناس بتفضل تسجل لحد اخر اسبوع بالظبط، دلوقتي، لان الناس هي مش واخده بالها. المحترفين ما بيسجلوش في الماتش قبلها بيوم ولا يوم، هو ايوه بالظبط، ايوه كل سجل وكل دخل، فما يقلقوش، شدوا حالهم بس والماتش هيبقى مليان قوي. وخصوصا مين من رامي، مين من المحيط العربي ممكن يبقى خطر على جلال ومبابي من العرب في ال 212؟ نصر سعيد لاعب مميز لو فكر يلعب. عندنا في لاعيبة اماراتيين لو هما بيفكروا، في 2 لاعيبة اماراتيين محترفين اوريدي لو فكر جدا، يعني بس الاسماء هي اللي تاهت. في لاعب عماني جامد جدا محترف. انا مش عايز حد يستسهل ويبص على اللي حواليه، انا عايز كل واحد يجي 100%، لان الماتش لو جاب كل واحد جاب 100% الباقي ارزاق. اما الناس تفكر بقى في التفاصيل ده فلان ولا ايه، لكن انا شايف الماتش هيكون جامد جدا بصراحة. انا شايف كمان ان الماتش هيبقى جامد، لسبب ان في ناس مستقتله على البرايس او الجائزه بتاعه الماتش، ان الاول هي في الوزن ال 212 هيحصل على 150,000 جنيه، عشان وفي تعرف سبونسر لشركه كبيره من السبونسرات الموجوده جوه بطوله مستر اولمبيا، هو شركه لتصنيع العربيات، او هو عنده براند عربيات، فعارض 3 عربيات هيبقوا سبونسر موجودين، وهيبقوا جايزه للبطل اللي هيتوج في سواء البادي بيلدينج في ال 212 وفي الوزن المفتوح، واعتقد ان هيبقى في الفيزيك او الكلاسيك فيزيك تقريبا هيبقى في عربيه، هم متبرعين ب3 عربيات للاوائل، فاعتقد ان ده هيبقى حافز كبير جدا لاي لاعب يعني. انا ما قلتش حاجه، انت اللي قلت. لا لا لا، ده اسلام طلع معايا في لايف كامل. اسلام محاكي القصه كامله يعني. انا ما اعرفش ان هو صار، حسيت طلعته لايف كان ماتش الاهلي شغال، فيعني ما دي كانت غلطة كبيرة، أنا ما كانش عندي علم بيها. اللي وجهني للموضوع ده كابتن بودي، كابتن محمد محسن، هو اللي وجه قال لي هاني أنت طلعت في توقيت خاطئ تماما، اللي كان ماتش الأهلي شغال، وكان إحنا طلعنا الساعة 9 والماتش بدأ الساعة 9. انا بصراحه معلش ما افتكرتش ان اللايف اللي بعد ما خلص الماتش، قلت ده كان في لايف. يا نهار اسود، هو عامة اللايف موجود، وطبعا إسلام معايا صاحب مفاجآت كالعادة، عمل المفاجأة اللي كانت أبشرت يعني، كانت بشرة خير للجميع، إن أول 100 لاعب هيسجل فعليا هو إسلام هيشارك معاه في التسجيل مساعدة منه للعيبة ب $100، قيمة الاشتراك $250، وإسلام قال لأول 100 فرد هيسجلوا بفلوس مدفوعة، مش تسجيل على الويب سايت، بفلوس مدفوعة هو هيتكفل بقيمة $100، واللاعب هيدفع $150 فقط لا غير، بعيدا عن اللون، وهو ذكر ان اللون سعره $90. وحتى اسلام سرد القصه ما بينه وما بين عمرو البصيلي على اللايف، وقال ان عمرو قال هيرش ب 90، وعمرو اداله مساحه انه يبيع التيكت بتاع الرش ب 110 او 120، واسلام رفض، قال التعامل رسمي مع
كابتن عمرو البوصيلي، لان هو ليه شركته الخاصه باللون وهو المسؤول. وكابتن عمرو البوصيلي السعر بتاع الرش هيبقى 90 دولار، فالراجل سرد نصا كل شيء يعني، وكان عمل المفاجاه بتاعت ال 100 دولار دي بالنسبه لاول 100 لاعب مشاركين، زائد العربيه، زائد الجائزه بتاعت ال 212 150000، زائد الجائزه بتاعت الوزن المفتوح 200000 جنيه. وده بالنسبه لاي حد شارك في بطولات جوه جمهوريه مصر العربيه، 200000 جنيه للفائز الاول، ده رقم الضعف عن البطولات المقامه قبل كده، لان الرقم اللي كان دايما بيدفع كان بيبقى 40 للفائز، وبعد كده بيلعب الماتش بتاع الاوفر اول بياخد ال 60 التانيين، وبيبقى 100000 جنيه كتوتال. اسلام المراضي عملها 200000 جنيه في الوزن المفتوح و150000 جنيه في الوزن ال 212. معلش يا رامي انا اسف، بس فرصه وانت موجود معايا والناس بتشاهد نقدر نقول المعلومات دي، عشان انا عايز اسخن الناس انها تبقى عارفه ان في جوائز ماليه كبيره. انا كنت موجود في الاجتماع بتاع الحاجات دي، بس انا طبعا ما اقدرش اصرح، انت عارف، فانا ما عرفش ان هو خلاص طلع الكلام ده. لكن ان شاء الله مبروك على اللي يفوز باذن الله. والجوائز، جوائز البطوله، انا متاكد ان هي حاجه كبير كبيره جدا، كبيره جدا لفئه التوانتو. يعني اعتقد ان هي هتبقى من اكبر كلاس. الجوائز اللي اتعملت. انت عارف ان اصلا اولمبيا، انت عارف ان اولمبيا معترضه على قيمه الجوائز ومعترضه على قيمه الجوائز العربيات كمان، اولمبيا مسجله اعتراض على ده. ايوه، هما لان دي حاجات في بروتوكول الكلام ده، بس يعني انت عارف دول سبونسرز. بالظبط بالظبط. بس هو اسلام هيلاقي لها صرفه ان شاء الله، والناس هتروح مبسوطه اليوم ده. في لاعب هيروح مبسوط معاه عربيه ومعاه 150 او 200 الف جنيه. اكيد انت عارف يا هاني، بس لسه دلوقتي ما نعرفش. في مفاجات كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه، كل الناس تنبسط، حتى الحضور ان شاء الله. تعالى بقى ننقل النقله بتاعت الوزن المفتوح، الناس نفسها تسمع اساميها منك ويعرفوا انت شايفهم ازاي. انا عايز اسالك على كابتن محمد زكريا. كابتن بص زكريا، تاريخ من احسن الخامات اللي جت في تاريخ مصر على الاطلاق. سيمتري مش عادي. محمد زكريا لو جه زي ما هو معودنا، يعني الناس هتستمتع يعني بكمال الاجسام. والجميل ان احنا عندنا في الماتش ده هيبقى فيه كذا حد من النوعيه دي، من الجمال ده، زي كابتن محمد ايوه زكريا، خالد خالد مميز، عوني، خالد عوني حلو جدا. فودة مميز جدا جدا، سرحان لو شارك ان شاء الله، انا عارف انه هيشارك هيبقى مميز جدا. اعتقد في من الدول العربيه ناس هتيجي كتير في الوزن ده، فيعني ان شاء الله يعني الناس هتستمتع. اعتقد خالد الكازمه ممكن يكون مشارك، يعني خالد القاسمي، تعال نتكلم عليه شويه. خالد القاسمي كان مفاجأة يعني، بصراحة جامدة جدا يعني. كل حاجه اتفاجئت لانه قدم مستوى جديد جدا. انا بحب خالد لانه شخص فايتر ومجتهد جدا، وخالد بيحاول على انه ياخد الكارت الاحتراف من سنين طويله، وكان كل ماتش بيلعبه بيروح عشان ياخد الكارت. مر بظروف صعبه جدا 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 خالد، ما وقفتوش، وانا فرحت والله كانها ليا يوم اخد الكارت. وبعد كده لعب الماتش اللي بعده، وكان اهم حاجه ان هو ظاهر بمستوى حلو جدا، فانبسطت. طيب بالنسبه انت، في سؤال كده عايز اساله، مش عارف، ما افكر عمال احسبها في دماغي، اسالك السؤال ده ولا ما اسالكش، بس مش عارف، متردد بصراحه يعني. اسال اي حاجه. لا، هو مش عليك قد ما الاجابه بتاعته ممكن تبقى مسار جدل او بلبله يعني، فمش عارف. طيب انت مع فكره ان حسن مصطفى ومحمد شعبان واحمد الورداني ينزلوا يلعبوا الماتش بتاع اولمبيا مصر، ولا مش مع الفكره دي؟ رأيي كلاعب، لا، لان لو لاعب انت هتقول اه. أنا رأيي كلاعب إن هم عايزين لا رامي، الصوت، استنى، الصوت، انت في حد بيتصل عليك او حاجه؟ هيفصل بس
الشحن بتاعه. انا طب قول برضو بسرعة. لا يا حبيبي، انا بقول ان هما الناس في مصر، جمهورهم في مصر محتاج يشوفهم، واحنا كناس بقى بتحب اللعبة وبتحب كمال الاجسام لمصر او لاي كان، ناس جداد نفسنا نشوف عدد كبير موجود في اولمبيا. ده لو كلهم وجهتين النظر، وجهتين النظر كلاهما صح، احنا وده نفسنا، امر عويس. لكن صدقني هل محدش يعرف مين هيكسب ومين هيكسب. ايوه، لا، ما هو ما حدش يعرف، بس انا بقول في يعني في الحته اللي انا كنت بتكلم مع كابتن وداني عليها النهارده، الا وهي ان هم عندهم كل واحد فيهم عنده الباسبور بتاعه، في فيزا 5 سنين يقدر يسافر بمنتهى السهوله، عنده ماتشات يقدر يحققها، في اشخاص منهم مقيمين في امريكا. فانا بتكلم في الحته بتاعت انا عايز اطلع قصه جديده، قصه كفاح جديده وعمرها صغير. يعني الشباب اللي تشارك اعمارهم، كل الشباب اللي مشاركه في سواء في ال 212 او في الوزن المفتوح اعمارها كلها ما عدتش ال 30، كله تحت ال 30. ففي اسم انا من ضمن الاسماء اللي عايز اسالك عليه، كابتن حماد عبد اللطيف. انت شفت حماد عبد اللطيف قبل كده ولا ما شفتوش؟ واحد من ضمن الناس اللي مميز، احنا بنقول على فوده عالميا الناس بتتكلم عليه، يعني انترناشونال، وهو اصلا لسه ما لعبش ولا ماتش من الماتشات التقيله، وهو بقى مسار جدل. أنا شايف إن أكتر حد عليه ضغط وإن شاء الله هو يكون قد إن هو يطلع نفسه من الضغط ده فودة، لأن العالم كله بيعتبره لاعب موجود وكبير، وفودة لسه ما جربش يطلع ولا مرة الاستيج. فودة من اللعيبة اللي بتحب تتفرج عليها كويس جدا، بس إحنا لسه ما شفناهوش على الاستيج، فده بالنسبة له سلاح ضغط عليه كبير. أتمنى إن هو يكون إن شاء الله ويوري العالم كله إن هو في مكانه الصح والمكان اللي يستاهله. رامي لما بيتكلم ان فودا ما طلعش الستيج، يا جماعه رامي قصده ستيج المحترفين الاحجام الكبيره، احنا بنتكلم على ان فودا طبعا لعب بطولات كثيره جدا وجاب الكارت، وفي نفس الوقت انا فودا جبته في عرض شرفي قبل كده، كان في بطوله في مصر. فودا جامد جدا على الستيج في العرض، يعني لا حلو حلو حلو، بيعرف يرقص مع المزيكا وبيعرف يعمل بوزات وبتاع، لا، وبيخلي الجمهور يهايب معاه، بيعرف يعمل الشغل ده كويس. بس رامي كان القصد انه هيخبط مع الكبار بقى، دي اللقطه اللي لو هفكركم بقصدي ايه. عارف ايه يا رامي مان؟ لما شارك في الماتشات بتاعت مستر اولمبيا، كان اول مشاركه ليه، وكان واقف خجول على المسرح. لو هفكركم بالموقف ان كاي جرين، وهم كلهم كانوا بيصوروا صوره جماعيه، كاي جرين خد باله ان رامي واقف مكسوف لوحده، قام كاي جرين راح جاب رامي وحطه في وسطيهم، رامي خجلا وادبا، اللي هو انتم مع بعض، فانا يعني لسه ما اختلطتش بيكم، فما اعرفش اخش في الصوره دي قوي وبتاع. فكاي جرين عمل اللقطه دي، فهو اعتقد ان رامي انت كان احتكاك، انت قصدك على الاحتكاك او انه يطلع على المسرح بالمنطلق ده. انا كمان بس علشان شوف دايما كده، الناس ممكن تقيم لعيبه بنظرة عينيها في صور. يعني مثلا كان رحمة الله عليه بيت الله عباس بور، الله يرحمه. بيت الله انا كنت قريب جدا ليه، بشوفه في الصور وكان يعني تحفة فنية تشوفه لوحده، لكن لما طلع الاستيج بتاع الكبار ما عملش اي نتائج عالية. لما طلع 212 وكسر الدنيا، كسر الدنيا يعني، وكان يستاهل حاجات اكتر من اللي عملها بكتير. دي الفكره ان انت ما انتش عارف هل لما تحط رجليك تطلع مقاس الجزمه مظبوط، ولا هتلاقي الجزمه ضيقه، ولا ان كان. فهمت فهمت فان شاء فهمت الله ان شاء الله ان شاء الله محمد لعيب شكله حلو قوي ومميز كلاعب كمال اجسام، مثقف جدا 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 جدا. محمد على فكرة بيفهم في كمال الأجسام كويس جدا. محمد طور نفسه في كل حاجة، في اللغة، في كل حاجة. محمد عمل كل حاجة تخليه يؤهل ان هو يكون ستار للعبة كمال الأجسام في العالم. ان شاء الله ربنا يوفقه بقى كمان ان هو يطلع الستيج ويحقق نتائج كويسة بإذن الله. يوم سهل الحال يا رب. طيب رامي، انا طولت عليك انا عارف، وانت اكيد انا سمعت الجرس عندك، ففي اكيد زباين وحركات واكل كمان. اوكي، انا اسف ان احنا طولنا عليك. يلا روح، مش عايزين نبقى من ضمن الناس.
انا طلعت معاك وبشكر كل الناس وزهقناهم، الناس اللي طولنا عليكم، لكن مبسوط ان انا طلعت مع هاني ومبسوط ان انا قعدت معاكم الفتره دي، وان شاء الله نشوفكم على خير. دعواتكم وفي البطوله اللي جايه ان احنا نعمل حاجه تسعدكم باذن الله، وربنا يوفق الجميع باذن الله. حبيبي يا رامي، وما تحرمناش من اللقاءات دي عشان الناس تبقى مطمنة عليك وتبقى عارفة تفاصيلك. حبيبي هاني، الناس يلا اللي بتقول لي رامي هو انت تعبان، انا النهارده بس عشان نيت كارب 20 جرام، فيعني اكيد بمشي بالعافيه، بتكلم بالعافيه. يحضرني موقف افتكره السفرية اللي فاتت لما انا كنت موجود في مصر، ورامي برضو كان قبل اولمبيا قاطع، كان اليوم ده عنده برضو، كانت حاجة كده، فانا كنت قاعد عنده في البيت بنتغدى، فانا باكل وعيني عليه كده وهو بيجي، وهو كان قدامه بالظبط يعني حبه رز قد العقلتين دول بالظبط كده، حاجه كده بالظبط، فايه فبياكل وبتاع، وبعدين وصل ان في 3 رزات بالتحديد في الطبق، فلقيته بيعمل بصباعه بياخد الرزايه، قلت له يعني ايه دي اللي هتفرق معاك؟ قال لي انا هلتزم، لو المدرب قال لي كل ده هاكل، هو انا بلتزم. مش دي تفاصيل، مش دي. يلا على خير، بشكرك يا رامي، بشكرك يا رامي، وتصبح على خير، ولقاء سعيد. ربنا يسعدكم يا رب. حب قلبي هنا، مع ألف سلامة. السلام عليكم. ده كان الكابتن رامي، وطمنا عليه واتكلم عن لعيبة كتير أعتقد إنها هتشارك في الماتش بإذن واحد أحد إن شاء الله، تحقق نجاحات حلوة، وإداهم دفعة معنوية جميلة جدا، وربنا معاه هو كمان. أنا بصراحة تعبت جدا بقالي شوية على لايف، اوعدكم ان احنا نطلع مع كابتن محمد امام تاني، ويكون بس مظبط النت، انا احاول اتواصل معاه بقى، نحاول نظبط الاداء شويه للانترنت وكده، ولازم نتكلم عن قصه نجاحه وكفاحه، ونقول لكم تصبحوا على خير واحلام سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.